إن أعجل الخير ثوابا صلة الرحم. يوم اللي تصل أرحامك رب العالمين يعجل لك الثواب. يعني واحد يقول يا أبا وين الآخرة؟ إلى أن نموت وعالم البرزخ وعالم القيامة. لا، أنا أريد الخير معجل في هذه الدنيا. أعجل الخير ثوابا صلة الرحم. الآن هذا الثواب شنو رب العالمين يعطي؟ يعطي في مقابل ما أعطيت في دنياك، يعطيك صحة، يعطيك سلامة، يعطيك أموال، يعجل إليك أنواع من الخير. الخير مو نوع واحد، الخير في البدن الصحة، الخير في البدن الطعام، الخير في البدن الكساء، الخير في البدن المسكن، هذه كلها أعمال خير. وأيضا هنالك أعمال خير، علاقات جيدة مع الناس، أنت تمشي بين أناس يحبونك أو تمشي بين أناس يبغضونك، ياهم من عندهم أفضل. حاولوا أن تأخذوا قضية صلة الرحم مأخذ الجد، لأن الله جاد فيها. من الأمور التي لا عذر لأحد فيها، أي عذر تجيب الله ما يقبله صلة الرحم، يعني ما يقبل قطيعة الرحم بأي سبب من الأسباب.